هذا الحبيب يتصرف ببرودة، لا يقترب. هذا الحبيب يتعامل معك ببرودة ولا يقترب، يعني هو بينكما مسافة، لكن هذا الحبيب يشاهدك من بعيد، يعني كيحضيك كيشوف فيك من بعيد، و يعني يتجسس عليك، ينظر إليك من بعيد. أنت حبيبي طاقتك هي كذلك الصمت والصبر والحكمة، لا تتكلم. أراك عزيزي انسحبت واحترمت قرار هذا الحبيب الذي ابتعد، واخا أرى هنا يعني معاناة كبيرة عزيزي برج العقرب، لكن أنت احترمت قرار هذا الحبيب. لكن الله يخليكم كونوا يعني بلاتي، فهناك كارتات قوية وجميلة بزاف بلاتي. أنا دائما أفضل أن أبدأ بالأشياء السلبية ثم أترك الأشياء الإيجابية التي هي كثيرة للآخر، واخا أنت احترمت قرار هذا الحبيب، وأنا أهنئك، لأن بفضل هذا موقفك الإيجابي رغم معاناتك وحبك أنت، هذا تصرف حكيم، واخا هذا تصرف حكيم عزيزي برج العقرب. أنت لا تطارد ولا تلاحق الحبيب، على الأقل هذا ما أراه أنا في القراءة، أنت لا تطارد ولا تلاحق الحبيب، فعندما تلاحق شيء يهرب منك فهو يبتعد أكثر، لكن عندما تتركه يرحل فيعود دائما، يعني هذه قاعدة سماوية يجب أن تعرفوها. لماذا هذا الحبيب ليس معك؟ علاش؟ سأقول لكم، بسبب اختلافات، هناك اختلافات ربما يعني في السن أو ثقافية، وكذلك ربما قد تكون مشاكل مادية، عوائق مادية أو عوائق أخرى، يعني قيود اجتماعية، قد تكون كذلك هذه الوضعية يرفضها المجتمع، يعني حشومة، واخا هذا يعني هذا سبب ابتعاد الحبيب. ماذا يشعر الحبيب؟ التي غادي نقول لكم الطاقات التي أراها هي طاقات هوائية ترابية ونارية. ترابية، نعم ترابية، جدي، ثور وعذراء، ماذا قلت أيضا؟ نارية، حمل، أسد وقوس، وكذلك التي هوائية، كذلك هوائية، ميزان، دلو وجوزاء، وكذلك مائية، لكن المهيمنة هي الترابية والنارية. المهيمنة هي نعم الترابية والنارية، واخا لكن موجودة كل الطاقات الهوائية والمائية كذلك. واخا نواصل، هذا الحبيب يشعر الآن وهو ليس معك بنقص كبير، لأن عندما يكون بجانبك يشعر بأنه كامل، يعني كومبلي، واخا بارفيك، يكون كل شيء، يعني الكمال، عندما يكون بجانبك هو الكمال التام، واخا. هل يحبك هذا الحبيب؟ نعم نعم يحبك بدون شك، بدون شك هذا الحبيب يحبك بزاف، واخا هذا الحبيب يفكر فيك كثيرا، هناك ذكريات، لا ينساك أبدا، يفكر فيك وفي أشياء، يعني في معاشه معك، واخا يشعر، يعني يشعر أنه ماشي يشعر، يعني هو يعرف أن معاشه معك لن يعيشه أبدا، لأن ما شعر به وهو معك يعني شي حاجة قوية بزاف، عميقة، أنتونس، واخا قوية بزاف، عميقة أكثر من عمق البحر، وتوحشك بزاف، هذا يشتاق إليك ويشتاق إلى معاشه معك. أنت حبيبي رغم حبك ورغم معاناتك تحترم فضاء هذا الحبيب، أنا أراك هادئ، سبحان الله، أراك هادئ وفي سلام،
ربما أنت واعي بأن هذا الحبيب في الآخر غادي يجمعكم القدر. هذا ما يعني هذا ما أشعر به يعني اتجاهك، أنت تعرف أن الحياة ستجمعكما، وأنت تعرف أنه يحبك مثل ما تحبه أنت، لكن بسبب العوائق التي ذكرتها والمشاكل والاختلافات هذا الحبيب يفكر، أخا يفكر. هذا الحبيب لا يمكنه نسيانك أبدا أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه بلاتي أنتما بناتكما أرى أن هناك اختلافات بينكما، أنت مختلف عن هذا الحبيب، واخا قد تكون كما قلت يعني اختلافات دينية أو ثقافية. أنا أرى هنا هذه الوضعية صعبة جدا جدا جدا، أنا آسفة، يعني أرى الكثير من المعاناة هنا، يعني هذا الحب صعب بزاف، يعني هناك عذاب بسبب الحب، لكن هناك حب كبير يجمعكما، وخا أنت تحبه وهو يحبه وهو يحبك، وهو إنسان ربما محافظ وتقليدي ونواياه حسن. هذا الإنسان هذا الحبيب إنسان رجل طيب، وخا قلت أن تكلمت عن الطاقة، قلت نارية وهوائية ومائية، يعني موجودة كلها، لكن الأغلبية هي النارية والهوائية. وخا أسد حمل قوس ميزان دلو وجوزاء، وكذلك الترابية والمائية، وخا متواجدة كلها. نواصل، قلت أنك أنت يعني أنت طاقتك هي الحكمة، أنت إنسان حكيم وتحترم فضاء هذا الحبيب، يعني بفضل هذه الحكمة أنت الحبيب سيفتح عينيه، وخا لأني أرى أن رغم معاناتك يعني سبحان الله أنت تتصرف بطريقة حكيمة بزاف، وهذا الحبيب سيستمع لقلبه، سيقدر قيمتك أكثر. أنت واعي، أنا أراك يعني مرتاح وفي سلام، واخا أراك مرتاح وفي سلام، وتنتظر هذا تنتظر يعني أن تحدث الأشياء التي رسمتها أنت في خيالك، وأنت واثق بأن الله غادي يجمعكم أخيرا، واخا كما قلت يعني هناك اختلافات بينتكم، أنت تفكر بطريقة وهو يفكر بطريقة مختلفة، واخا بسبب هذه الاختلافات، لكن هذا ليس سلبي، بالعكس ربما يعني يعني قد تكون هذه يعني نقاط خصام أو نقطة خصام أو مهم تحدث مشاكل، لكن هي في الحقيقة بالذات هذه الاختلافات التي تجعلك أنت عجيب في نظر هذا الحبيب، يعني أنت أوريجينال، يعني أصيل، وهذا الحبيب يحب فيك هذه الأشياء لأنه يراك مختلف، يعني أوريجينال، يعني ليس هناك أحد مثلك، يعني فريد من نوعك، أنت صادق، أنت إنسان حقيقي، يعني بيور أوتنتيك، وخو روحاني وحكيم سبحان الله، أنت واضح، أنت واضح، وهذا الحبيب يحب فيك، يعني أنت غريب بالنسبة له، يعني غير معتاد على هذا النوع من الناس، يعني أنت صريح بزاف وكذلك واضح وطيب، هذا الحبيب كذلك طيب، وأنت شفاف، يعني قلبك نقي، تي بيغ، وقلب يعني قلبك صافي ونقي. ما أجملك حبيبي، ما أجملك، أنت إنسان جميل بزاف وبريء كذلك، والحبيب يحب فيك هذه الأشياء، ولذلك يشتاق إليك لأنه لم يرى إنسان مثلك أبدا، أنت يعني شيء جديد وغريب في حياته، كما قلت هناك ربما اختلافات ثقافية ودينية ومن بلدان مختلفة، لذلك هو يعني يعشق فيك هذا، يعني هذا يعني أنت عجيب، أنت عجيب، واخا يعني كلامك تصرف ديالك يعني والنظرات ديالك كذلك، يعني فيها واحد النوع من البراء، واحد النوع من شعلة سماوية، هذا الحبيب يراك، يعني يراك، يرى في عينيك، أنت إلهام لهذا الحبيب، يرى في عينيك لوحة مرسومة فيها نجوم، ونجوم السماء التي تلمع بالليل ولمعانها سحري وعجيب، وهو يحب ذلك. أنا أرى أن هذا الحبيب صورتك دائما في خيالي حبيبي.
حبيبتي، واخا ماذا ستكون النهاية؟ بفضل يعني هذا هناك جاذبية كذلك. أنا أرى أن هنا بزاف ديال النار، هناك جاذبية، ويعرف أنك أنت كنز يصعب الحصول عليه، ويعرف ذلك، ويعرف أنه لن يفتح الباب ويخرج في الصباح وغادي يلقاك انتايا عزيزي. لا، يعرف أنه حتى وإن بحث، يعني حتى وإن قلب عليك بالمكبرة، يعني بحث عنك بالمكبرة في هذا العالم، لن يجد شخص مثلك أبدا أبدا. يعني أنت فريد من نوعك، أنت من عالم آخر بالنسبة لهذا الحبيب، أنت مختلف تماما، أنت تشي تخي ديفيرون، تشي سبيسيال، تخي سبيسيال. إضافة إلى هذه الطاقة التي تهيبها للحبيب، أنت تعطي للحبيب واحد الطاقة يعني تجعله سعيد بزاف بزاف، ويشعر بأشياء عجيبة بزاف، لذلك لن ينساك ولا ينساك، وأنت في عقله ليل نهار كل ثانية، يكون سعيد جدا عندما يكون بجانبك بزاف، هذا يشتاق إليك كثيرا كثيرا. خلوني نزيد الكارت. نعم، هناك عوائق، هناك أسرار، لكن هذا الحبيب لن يدعك ترحل من حياته أبدا أبدا أبدا، واخا لن يدعك ترحل أبدا. هذا الحبيب سيتحرك، هذا الحبيب سيفعل كل ما بوسعه ليكون بجانبك، واخا أرى يعني الفرح، أرى الفرح في النهاية، وستتحقق العدالة السماوية، ستتحقق العدالة السماوية، يعني سيجمعكما، الحياة ستجمعكما في الأخير، لأن هناك حب كبير جدا، حب صافي ونقي. هناك كذلك، قلت ذلك، أن هناك واحد الجاذبية قوية بزاف، نارية مغناطيسية، جاذبية، هناك نار، يعني قراءة نارية بزاف. وأرى أن هذا الحبيب بعد التفكير العميق سيتبع قلبه، واخا هذه كذلك كارت المغرم، واخا هذه كارت الحب، الحب الكامل، وكذلك القوة، لأنه شوفوا لن يدعك ترحل، لن يدعك ترحل، لماذا؟ لأنه يحبك، واخا رغم العوائق ورغم يعني الاختلافات والمشاكل وهذه الأشياء، هذا الحبيب سيفعل كل ما بوسعه، سيجتهد كثيرا، واخا وسيقوم بما يعني ما يمليه قلبه عليه. نعم، وحتى أرى ارتباط، هذا الحبيب نواياه حسنة، وهو إنسان محافظ وتقليدي، وأرى حتى إن شاء الله، أرى حتى، نعم أريد أن أرى هل هناك زواج، لكني أرى بداية ارتباط، وهذه كارت يعني الاتحاد، يعني سيجمعكم القدر في الأخير، وحتى ارتباط، أرى ارتباط، لكن لا أرى زواج، لكن هذه يعني أنا أقرأ عن ما سيحدث الآن، لكن في المستقبل الله أعلم، لكنها قراءة جميلة بزاف، واخا كانت قراءة جميلة. هذا الحبيب يحبك كثيرا، وفي الأخير يعني سيجمعكما القدر. نرى ما هي الرسائل. كل شيء سيكون على ما يرام، يعني يجب أن تثق يعني بالله، الملائكة السماوية تحميك وتعالي تشفيك، ليكن كن واثقا، وليكون لديك إيمان في القوة الشفائية، يعني قوة الحب التي، كيفاش نشرح لكم، يعني الحب الملائكي يعني يشفينا، واخا من الأمراض الروحية، الملائكة تحبك أكثر مما يمكنك أن تتخيل. التغيير، الحياة سفر،